بالتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه الاكاديمي العراقي الدكتور احمد كسار. اهلا بكم دكتور الى استوديو الرافدين. بعد تظاهرات المحتجين رفعوا وتيره التعبير عن الغضب على اداء الحكومه وقاموا برفع سقف المطالب، كيف ترى استمرار المتظاهرين في الاحتجاجات رغم القمع الحكومي الواضح لتظاهراتهم واعتصاماتهم؟ اهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك الكرام. حياك الله. الحقيقه المتظاهرون مستمرون في التظاهر ضد لا حكومه الحكومه في العراق، يعني اذا قلنا منذ الانتخابات يوم لم تشكل حكومه فهم يتظاهرون ضد وضع ساوي، ضد حكومات يعني تركها الاحتلال بعد صحيحه السوري. فبالتالي اليوم يتظاهرون على لا شيء، يعني كما يتظاهرون لا يوجد كهرباء، لا يوجد خدمات، لا يوجد بنى تحتيه، ايضا يتظاهرون لا يوجد حكومه، يعني من يمثلهم؟ يعني فصوتهم هذا واستمرارهم في مناطق وسط وجنوب العراق وبغداد حقيقه هو رفض لهذا الوضع المأساوي ولما آلت به الاوضاع خلال سنوات التي عاشها هذا البلد. نعم، لماذا تتعمد القوات الحكومية والميليشيا التعامل مع الاعتصامات بالقوة؟ ما الذي تخشاه؟ لجأت نعم القوات الحكومية إلى الاعتقال وإلى القتل وإلى تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي وإلى قمع هؤلاء المتظاهرين بشتى الصور. فبالتالي عندنا آلاف القتلى والمصابين والجرحى في هذه المظاهرات، القصد منها إخماد هذه الجذوة التي انطلقت للمطالبة بحقوقها الإنسانية. هم لا يطالبون مقعد في البرلمان ولا يطالبون بشيء ينافسونهم عليه من مكتسبات القائمين على الحكومة والقائمين على الأحزاب، هم يريدون حقهم الإنساني في العيش الكريم. فبالتالي هم لم يصلوا المنطقة المحرمة في نظر السياسيين والحكومة، هم يريدون حقهم وكفى، يعني إذا توفرت الماء والكهرباء والخدمات هؤلاء والوظائف سيرجعون إلى بيوتهم. نعم، صحيفة الشرق الأوسط تقول بأن صرف الحكومة للأموال لم يوقف الاحتجاجات ضد الفساد، يعني بماذا ترى أو ترجع رفض المتظاهرين رشاوى الحكومة المتمثلة بوعود بوظائف وتقديم خدمات ولن تنفذ فعليا؟ لأنهم جربوا ذلك كثيرا وسمعوا وعود أكثر، والمجرب لا يجرب. هؤلاء يعني وعدوهم منذ سنين بتحسين الأوضاع وتوفير الخدمات وتعيين العاطلين على العمل، ولكن هذه المرة بدأوا أو وصلت الحالة أننا لا نصدق الذي يعطي هذه الوعود من زمن مالكي، وتذكر 100 يوم وغيرها إلى هذا اليوم ولم ينفذ شيء. يعني جنوب العراق يشهد حالة مأساوية من الوضع الإنساني الذي لا يحسد عليه. فبالتالي خروجهم هذا اليوم ضد من انتخبوهم وضد من يعني علقوا عليه الآمال وضد من يعني صدقوا بوعودهم هذه المرة لا تمر عليهم بالسلام. نعم، العبادي يعترف بأن المسؤولين اهدروا مليارات، البرلمانيين أيضا يعترفون بأن المحاصصة سبب ما وصل إليه العراق اليوم. يعني هل تعتقد أن هذه الاعترافات هي طلب للمغفرة من الشعب؟ الشعب يعاني 15 عاما من سرقات وما إلى هنالك من حالات فساد، هل برأيك أن الشعب من الممكن أن يغفر هذه الزلات؟ كما تعلم الاعتراف سيد الأدلة، هم اعترفوا من قبل يعني على لسان كل من تحدث من السياسيين انهم طبقه فاشله، طبقه اخروا العراق الى قرون. فبالتالي هم اعترفوا بانهم جميعا من كبيرهم الى صغيرهم ومن اولهم الى اخرهم بانهم يعني اسهموا في افشال هذا البلد وبالتالي واخروه، فبالتالي اعترفوا بتبديد الاموال، اعترفوا بالفساد، اعترفوا بانهم ليسوا ناجحين بالعمليه السياسيه. إذا بماذا هذا التمسك؟ أعطوا الفرصة لغيركم أن يحكم وأن ينفع العباد والبلاد. نعم دكتور أحمد كسار الأكاديمي العراقي كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.